لكن دلوقتي ميعاد موجز لأهم الأخبار مع دينا. شكرا لك شاذلي. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة بالاهتمام بالتعليم بعناصره كافة وخاصة العنصر البشري. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة التعليم في مصر بمختلف محاورها الرئيسية، خاصة ما يتعلق بمحور المعلمين، حيث اطلع الرئيس السيسي على جهود دعم الكوادر البشرية من المعلمين وحسن انتقائهم وتوفير الأعداد المناسبة منهم بما يتوافق مع أعداد الطلاب، إلى جانب تدريبهم ورفع قدراتهم، وكذا تأهيل مدير المدارس بما يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية الواجب توافرها في حامل أمانة هذه المسؤولية الكبيرة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كما وجه الرئيس السيسي باستمرار تحديث استراتيجية الجهاز ودعم عملية التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي والاعتماد على الاقتصاد الأخضر بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد وزيادة تنافسيته. وأوضح متحدث الرئاسة أن الاجتماع تناول عرض أنشطة الجهاز بهدف تعظيم قدرة المشروعات التي يمولها على توفير فرص العمل الجديدة وتعزيز ريادة الأعمال، فضلا عن مشاركة الجهاز في المبادرات القومية المتنوعة على امتداد الجمهورية. شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على اهتمام الحكومة بالعمل على تطوير الصناعة وأنه السبيل الوحيد لأحداث نمو اقتصادي حقيقي. وخلال اجتماع مع رؤساء الغرف الصناعية في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد مدبولي الحرص على الاجتماع بشكل دوري مع رؤساء الغرف الصناعية من منطلق دعم الدولة لقطاع الصناعة وسعيها الدائم لتذليل أي عقبات أو تحديات من أجل دفع العمل في القطاعات المختلفة، لافتا إلى اتخاذ الحكومة خلال الفترة الماضية خطوات واسعة لدفع قطاع الصناعة الوطنية. أشاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بقرار الدنمارك وهولندا بتزويد بلاده بمقاتلات F-16 الأمريكية، وذلك بعد يومين من موافقة الولايات المتحدة على ذلك. وخلال تفقد طائرات F-16 بالدنمارك، أكد زيلينسكي أن تدريب طيارين ومهندسين أوكرانيين بدأ بالفعل في الدنمارك، مشيرا إلى أن تزويد كييف بتلك الطائرات يدعم بشكل قوي قدرات الجيش الأوكراني أمام روسيا. وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا أعلن أن بلاده والدنمارك ستسلمان مقاتلات F-16 إلى كييف، وذلك خلال زيارة قام بها زيلينسكي لقاعدة سلاح الجو الهولندي. أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أونغ أشرف على اختبار لصواريخ كروز الاستراتيجية. وأضافت الوكالة أن كيم زار أسطولا بحريا متمركزا على الساحل الشرقي لتفقد الاختبار على سفينة حربية دون تحديد موعد الزيارة، مشيرة إلى أن الأطلاق يهدف إلى التحقق من القدرات القتالية للسفينة وخصائص نظامها الصاروخي مع تحسين قدرة البحارة على تنفيذ مهمة هجومية في حرب فعلية. وتأتي أحدث تجربة صاروخية لكوريا الشمالية في الوقت الذي بدأت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة.
تواصل السلطات الكندية عمليات الإجلاء في مقاطعة كولومبيا غرب كندا بعدما باتت تهدد النيران مئات المنازل. وقال مسؤول الطوارئ في كندا إن الرياح الشمالية أججت النيران التي دمرت العديد من المباني في منطقة كيلونا والتي يرتداها السياح ويسكنها نحو 150 ألف شخص. ومن جانبه قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه بحث مع رئيس حكومة المقاطعة حرائق الغابات السريعة التطور والتي تحدث تدميرا هائلا على حد وصفه، متعهدا بتوفير موارد فيدرالية استجابة للكارثة. وصلت العاصفة المدارية هيلاري إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية مع تحذيرات من خبراء الأرصاد الجوية ومن فيضانات كارثية محتملة بعد أغرقت شبه جزيرة باخا كاليفورنيا في المكسيك بأمطار غزيرة. ولقي شخص حتفه في المكسيك وسط أنباء عن سيول في شبه جزيرة باخا في كاليفورنيا حيث غمرت المياه بعض الطرق. وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي الأمطار الغزيرة وهي تنهمر على شوارع المدينة التي تحولت إلى أنهار. ورياضيا، توج المنتخب الإسباني لكرة القدم للسيدات لأول مرة في تاريخه بلقب بطولة كأس العالم بعد تغلبه على نظيره الإنجليزي. وانتهت المباراة بفوز المنتخب الإسباني بهدف دون رد أحرزته المهاجمة أولغا كارمونا عند الدقيقة 29 من ثمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب أستراليا بمدينة سيدني. ختام موجز 8 فاصل ونعود لحضراتكم باستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.